السلام عليكم. السلام عليكم جميعا وتبارك الله عليكم وعاش من شافكم. مبروك على العرسان. مبروك عليكم أسيدي إن شاء الله. العقوبة لنا تحنا إن شاء الله. إن شاء الله سلمان. قول لي. نعم. بغيت نسولك سي توامي. سولني. بكري. باش كنا كنعرفوا اللي الله خطب ولا تزوج. بالخاتم في صبعه. واليوم باش كنعرفوا؟ بالقميص بوجهه. لا احنا ما داوينش على هادو. داوين على ديال هولندا. وملي مشيو لامستردام نقول لهم ديول هنا. شو هالزواج كيتبدل؟ شو بكري؟ شو الايام كانت سبحان الله. شنو الفرق تما بين الزوفري ومجوج؟ الزوفري مقطع لي الصداب ديال القميجه. والمجوج؟ ما عنده لا صداب لا قميجه. عريان من الدونو. بكري كانت البنت وشو سبحان الله العظيم الايام كيتبدلت. اليوم تطورات الوقت. وداك الغنى تم غادي ملي يجوا فيها الخطاب تهرب. وخايفه بكري. مالي انا اش بغيت تزوجوني؟ مالي انا اش درت ليكم؟ خليوني سارحة بهيمنة. مالي انا ضيقت عليكم في الماكلة وانا بقى صغيرة وشبابية. يلا عندي 48 عام. وجدها مقابلها صبري حرسها يفوت. مالا بغات تحيد درسها. وتذاك وهربة والنية وحد لبسة طويلة وذاك الغناء يا ريحة بالويمينة الله يا الله يا شميها ونميها الله يا ريحة بالويمينة الله يا شميها ونميها والخرى تبع قديدة قديدة مشوية على العواب والله لا عايشوا زي صلي وده الواد وجداهم خارجة يا وكلبي يا بيض رجل لحم وكيتا العجل اليوم اللبسه تبدلات وما يشوفها حتى الليل العرس يشدوها الدار يدهنوها بالقطران شو القوالب باش يدوز من حدا الزوفري يشم ديك الريحه يدفن فوق شو ينهار نهار العرس نهار العرس يدخلوها للحمام تخرج مسكوله بحال الصينيه ديال الفضه اليوم سير تخطب بحال داخل كوميساريه بيجي كل يسول في من جيم ما فاش خدام با حتى اللي جيتي خطابتي سوعات فاش خدام اش يدير لهو هاد الساعة كان بريكولي خدامة في الشانطي اتتناقز لي ولا تقاد الشانطي غادي يخدم في التيتا يجي شانطي فوق ليت العرس يدخلوه عنده يركب ليه الخاتم تركب ليه خاتم يشرب الحليب شربوا الحليب يوكلها تمرة توكلوا تمرة ينوض يسلم عليها قدام باها ينوض بات العروسة يسلم على أم العريس ينوض خوه يسلم على خاتها ها ضحكوا راح طاسكم العيالات ها الحمد لله الوليدات عندنا زوينين كل شيء زيان البنات زوينين والزين منين كيبان كيبان من الكعبة من رجيلة رجيلتها صغيرة شحال كتلبس كتلبس 36.6 وليت تلبس 70 وليت تلبس 70 صباطة يرقد في دري يقرا في الابتدائي الثاني تلا لقيتي صبابطة بجوج تحت ناموسية صابوا مع جوج توام معانقين تلا كانت زوينة وواقفة قرطة واحد القميص كيداير واحد المضيمة ديال الذهب مضمة ديال الذهب مليون ونص وفيها ديكور هنا فيها ديكور اشنو؟ ريسيبتور او هذيك ما بقاتش مرة على ساتي يعمل وغادي زوينة وكلها ذهب ملي كدير لهاد اليد كتسمع سر دير لها ملي كدير اليد الاخرى ثاني سر ملي كدير رجلها كوا كتسمع در راه دايره الخلاص هنديه علاش الزين عندنا كثر علاش الزين كثر لوحم زوين علاش توحم لك على دانون مسيكا مسيكا فرماجا توفيتا الويزات وشاد هذاك الوليد يتزاد تا هو بحاله بحال شي كنار يطل من القفز ان
مشى دوك العيالات ديال بكري حاطه جوج كيلو فاخر وبركة تصيفط في الفاخر يا بغاو ليا الجواب. نهار تولد تولد لك بنو ولد نو بحال الفاخر. وشحال تولد؟ جوج. تنظيم الأسرة ما داروا لنا تنظيم الأسرة تولوا دراري لاصقين في السقف بحال سراق الزيت. الجوليدات ولا الجبنيات واسمها سارة شو الاسم؟ وراجلها اسمه جمال والوليد حمزة والبنية سعاد وتبوسي بوس ماما وهي زوينة وهو بوس ماما وتعود الجرد سبحان الله نعيمة العينين ديالو كحلين بحال بابا. عرفتي؟ عرفتي شعرو بحال الحري ديال الكبال كيشبه الالباتشينو. سبحان الله العظيم نويتو من قادة مايكل جاكسون. ولما يخرج نهار تولد يشبه بابا وماما ونهار يخدم يعاون بابا والخراشات ده راسو قد الباب عيني فيهم 500 درهم عمش يا رقية يا راسو أمور طاحونها يا فاطمة يا نعم أنا يجيني بحال داك الكلب ديال المعطي. وهي عندها مستوى ثقافي تقري فيه قاري من صغره بوس ماما قول أ قول بي سي دي أ إف مدرستون معلمون حديقتون أستاذون كراساتون كرموساتون جراناتون بوس ماماتون ما ينزل من ظهر مو تينزل شاد الباك أو شاد سكاتة والخرى شادة تقري فيه وسعدي بالولاد وسعدي بوس أمي وقولك سيدة قري قري يا فرحي بالولاد سارين يكبروا لمواتهم بوس أمي وقول الزلزال وسعدي بالولاد وسعدي بالولاد وعنقني أحبني قول جفاف يا باطنة يا نعم يا بغيتو يكبر وينجح ويخرج جدارمي ودي جيران الحبس. ايوا جوج تغلب عليهم في القراية وفي الكسوة الله يكون في العوان. شمن يعود الانسان مسكين والد عشرة عصابة تاع المسلم هارم دانجاية هو جدارمية ديال الحريرة يتسحروا معك صحة شري لي منطب مليون يتقوى ويحضيك عينو كي تجيب امو تنوض للسحور تهز المرة ديال الله تكب الكاس الاول شرر عادين غسخون مشطاب عما نادو عما نادو اجدين الاخر عارقو تيدهنهم والروبلو الاخر مخرج راسه من الكاشة دايرين الكوفيري دايرين صابون بلدي جدهم هز الصمطة بغات تنعسهم جات فلان بط جاي على ركابيها غادي على ركابيها والدهسس ضربت يدها في الطواليت وحماتها الغاول يا فاطمة فاطمة يا نعم شكون دار الزبدة هنا شكرا تبارك الله شكرا تبارك الله عليكم.